إذا قرأت القرآن استشعر أنه كلام الله لك أنت. كل واحد سبحان الله له في القرآن شيء يفهم من القرآن، يتذوق من القرآن أشياء أحيانا ما يجدها أي إنسان ثاني، لأن هذا خطاب من الله لكل الخلق، فكل واحد يجد خصوصية ربما غير الآخر في تلاوة لكلام الله سبحانه. تقول أم سلمة: كانت قراءة رسول الله قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعطي كل حرف حقه، بحيث أن الإنسان لو قرأ القرآن باستعجال أحيانا تتداخل الحروف، لكن قراءته كان يمكن الواحد أن يعد حروفه. كانت قراءة رسول الله مدى، قال الصحابي: يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله والرحمن والرحيم، يعطي هذه المدود حقها. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما أمره الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، كان يرتل السورة حتى ربما كانت أطول من أختها إذا رتلها وإذا جودها. رأى الصحابي عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مشهد جميل جدا، وهو في على جمله على ناقته، قال: وهو يقرأ سورة الفتح بصوت قراءة لينة وهو يرجع، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل ويرجع الترجيع الذي فيه تقطيع، هذا يسمى الترجيع، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة يطرب بها، وهذا في حال سفره وهو على دابة صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم ممكن أن نقرأ القرآن ونحن في سياراتنا ونحن نمشي ونحن في أي حال من الأحوال، لكن الأفضل أن يكون دائما الإنسان على طهارة، وأن يستخدم السواك قبل أن يبدأ في القراءة لتطهير فمه، وأن يستقبل القبلة، وأن يكون بثياب نظيفة وبرائحة طيبة وفي مكان نظيف، وأن يخشع وأن يتدبر وأن يتأمل وأن يبكي أو يتباكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتم القرآن فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، أي استشعروا معاني الخشوع وأنكم الآن تسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. قام صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح بسورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله سبحانه، ولا يمر بآية عذاب وجلال وهيبة إلا وتعوذ بالله، لا يمر بآية تسبيح إلا سبح الله، حتى سمعه الصحابة إذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، الله طلب منا التسبيح أمر، سبح اسم ربك الأعلى، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان ربي الأعلى. إذا قرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هكذا كان تفاعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتثويره لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. أيهم أفضل، الجهر بالقرآن أو المخافة به؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يقرأ حتى يسمع أهل الحجرات عنده يسمعون صوته وهو يقرأ، وربما أحيانا خافت به، وسأل سيدنا أبا بكر: كيف تقرأ؟ فقال: أقرأ مخافة فإن الله قريب مني. وسأل عمر فقال: أما أنا فأحب أن أقرأه جهرا، أوقظ الوسنان أي النايم وأطرد الشيطان. فالإنسان على حسب الحال وعلى حسب المكان يقرأ القرآن إما جهرا وإما مخافة أي بصوت منخفض جدا. القرآن نور من الله، فيه شرح للصدر، فيه شفاء، فيه تفريج للكرب، فيه إصلاح للحال، فيه طرد للشياطين، فيه رقية. إذا قرأت القرآن يحتاج فعلا أن أوسع نيتي حتى أتحصل على كل خيرات هذا القرآن العظيم. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له حزب من القرآن وورد من القرآن يومي، يعني يجعل له حصة معينة من القرآن، كان يختم القرآن في كل 3 أيام، وكان الصحابة كذلك وبعضهم في 7 أيام، وهذا كان حال أكثر العلماء وصلحاء هذه الأمة، في كل أسبوع يقرأ القرآن أقل شيء قالوا في اليوم جزء، بحيث في الشهر يختم الإنسان ختمة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما أحب الأعمال؟ فقال: الحال المرتحل. إيش الحال المرتحل؟ قال: الذي كلما ختم القرآن افتتحه، يعني أول ما يختم سورة قل أعوذ برب الناس مباشرة بعدها في نفس مكان يبدأ
بالفاتحة ويدخل في الختمة الذي بعدها، هكذا يمشي ختمة بعد ختمة، فيكون دائما يحل ويرتحل مع كلام الله سبحانه وتعالى. قد الواحد يشعر بصعوبة أنه يقرأ كثير من القرآن كل يوم، لكن أهم شيء البداية، يبدأ الواحد حتى بصفحة واحدة كل يوم، بعدين يزيدها، كل بعد مدة يزيدها صفحتين، بعد مدة ثلاث صفحات. أهم شيء يواظب على شيء من القرآن كل يوم، حتى يصير بينه وبين الله سبحانه وتعالى علاقة يومية مع كلامه سبحانه وتعالى. من عاش على شيء مات عليه وحشره الله عليه. إذا قرأت القرآن وعشت على القرآن سيحشرك الله سبحانه وتعالى مع القرآن، لأن القرآن نور وقائد للإنسان وحادي للإنسان للجنة. من النعيم العظيم اللي الله سبحانه وتعالى خلاه في الجنة أن يعطينا أن نقرأ القرآن في الجنة، ومن النعيم الكبير أن نسمع القرآن من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أنه يجتمع المؤمنون في ساحة واحدة في الجنة ثم يقرأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية من سورة طه، فما أحسن أن نسمع سورة طه من لسان طه في هذاك النعيم العظيم.